أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم. يعني تم تشيع والدة سيد المقاومين السيد حسن نصر الله. اليوم ارتأى تجمع العلماء في بغداد إقامة مجلس الفاتحة إلى روح طيبة الذكر، المرأة العظيمة التي أنجبت لنا سيد المقاومين اليوم حامل اللواء السيد حسن نصر الله. إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. نعزي سيد المقاومة السيد القائد حسن نصر الله يحفظه الله في وفاة والدته الفاضلة التقية المؤمنة الصابرة، ونقول رحمها الله رحمة الأبرار وأسكنها جنات تجري من تحتها الأنهار وغفر لها ولحقها بنبينا محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا هذا اليوم احنا نعزي سيد المقاومة بوفاة والدته الحاجة أم حسن، والتجمع العلماء في العراق يقيم هذا المجلس العزاء في منطقة الكرادة على روح أمي سيد المقاومة وقائدها السيد حسن نصر الله. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي جميع الشرفاء والمقاومين، سيما سماحة قائد المقاومة في لبنان السيد المجاهد حسن نصر الله بوفاة العلوية الطاهرة والدته، تلك العلوية الشجاعة التي أنجبت بطلا وسيدا وقائدا للمقاومة أرغم أنف الكيان الصهيوني الغاصب.